قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم إلى يوم القيامة، لكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي، من أخذ عن الصحابي، وإلا فاسم التابع يشمل كل من اتبع وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين.